بسم الله الرحمن الرحيم. أعزائي المشاهدين، تنبيه مهم مهم، ويا ريت عيالكم يشوفون هذه الحلقة. والله لما أقول لكم عيالكم لي هدف، هدف بعيد المدى. الآن تحت ظروف قصف غزة وقتل إخواننا في فلسطين والاعتداءات المتكررة على المسجد الأقصى، طالعين بعض الشباب وأيضا في بعضهم راسلوني على الواتساب يقول لكم وين الله؟ ليش الله تارك الصهاينة يقتلون في المسلمين؟ ليش الله تخلى عنه؟ وين الله عن الله شلون يخلي أطفال يموتون؟ كيف الله؟ وبعضهم للأسف وصل لمرحلة الكفر، بعضهم وصل لمرحلة السخط على الله، بعضهم وصل إلى مرحلة والعياذ بالله أحيانا يشتم الله، الله ظالم، الله والعياذ بالله. فوالله تنبيه مهم 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 جدا إخواني الأفاضل، الله ليش خلق الدنيا؟ راح نرد عليكم. ليش الله خلق الدنيا؟ خلق الدنيا دار عمل وعبادة. أنا بعطيكم حلقة سريعة إن شاء الله، يا رب أني أنا ما أطول فيها. الله خلقك أنت لجلنك أنت اللي تتحرك، لجلنك أنت اللي تعمر هذه الدنيا، لجلنك أنت تجاهد، أنت تقاتل، أنت تدافع عن نفسك. هذا الكلام لا يقوله إلا إنسان تنبل، وأنا ما لوم الشباب، خاصة اللي عمارهم 14 و15 اللي نشأوا تحت الحرب الإعلامية ضد الإسلام، لأنهم مضللين. أخي العزيز اللي تقول وين الله، أنا أقول أنت اللي وين. ليش أجدادنا المسلمين ما كانوا يقولون هذا الكلام؟ ليش أجدادنا المسلمين ما حد كان يتجرأ، ركز على كلامي، يتجرأ أنه يشتم إنسان مسلم؟ لأنه يعرف هذا الإنسان قد يكون يهودي أو قد يكون نصراني أو قد يكون أوروبي، لو شتم مسلم بيروح في السكسونية يا حبيبي، لأن المسلمين كانوا أعزاء بالإسلام. كان المسلم إذا شال السيف الأعداء يعني يرتعدون من الخوف، ويكفي أن الرسول محمد صلى الله عليه وسلم قال نصرت بالرعب مسيرة شهر، يعني جيش المسلمين قبل ما يصل إلى الأعداء بشهر كان الأعداء يتنافضون منهم. فأخي العزيز لا تقول الله وين، قل أنت وين، لأن الله طلب منك الجهاد والله واضح، وهذه الآية دائما أكررها، إن تنصروا الله ينصركم. الجهاد، الحركة، الأمر بالمعروف، النهي عن المنكر، هذا كله قلنا ما نبي يا رب، احنا ما نبي الجهاد، احنا نبي ننام، نبي ناكل، نشرب، نرقد، نبي نروح الكوفي شوب، اصور الكوفي، ابي اروح اكل همبرجر، ابي اكل همبرجر، ابي اركب سيارة، ابي اسكن في فيلا. يا رب ليش؟ ليش يا رب؟ انتوا سويتوا مثل ما قال اليهود حق النبي موسى عليه السلام لما اذهب انت وربك فقاتلا. يا حبيبي خلنا في ستاربكس، خلنا قاعدين نبي ناكل نشرب كوفي، ابي اشرب كوفي، ابي اكل بوفيه. نعم تبون بوفيه، تبون تبون كوفي، تبون ترقدون ايس كريم، اقعد يا حبيبي، هاي شغل المخنثين. المسلم، المسلم ما عندنا مشكلة ترى في الإسلام إنك تشرب كوفي وإن شاء الله تأكل خروف، كل يا حبيبي، لكن خل عندك عزة وقوة. المسلم لابد إنه يكون قوي، لكن أعداء الإسلام نجحوا إنه يربون عندنا أجيال فافي مامي بابي. نعم قبل المسلمين سكنوا في قصور، سكنوا في عندهم مزارع وعندهم ذهب وفضة، لكن لما ينادون حي على الجهاد ينسى الدنيا ويرفع سيفه. ليش؟ لأن الدنيا هذه ما جات إلا برفع السيف، الجهاد في سبيل الله. فلا تقول الله وين، حتى الله والعياذ بالله، والعياذ بالله. تبون الله يحارب بالنيابة عنكم، تبون الله يسوي كل شيء بالنيابة عنكم، وانتوا وين؟ وانتوا وين قاعدين في الشيشة حاط الأرقيلة يشيش، الله يلحن اليهود ويشيش، الله يا الله يلحن. ليش ليش يا الله ما هو قاعد يشيش؟ يا حبيبي حرك، تحركوا. المسلمين حكموا العالم،
المسلمين كانوا أقوى قوة في العالم بإيش؟ باعتزازهم بالإسلام وبالجهاد. بالجهاد كان المسلم عالم، كان المسلم ممكن يألف كتب، ممكن المسلم كان يعمل في جميع الوظائف، ولكن الوظيفة الأولى اللي كانوا يعلمون كل شبابنا حمل السيف والجهاد في سبيل الله. كان مجاهد ومقاتل، وفي نفس الوقت ممكن يكون ميكانيكي، يكون كهربائي، يكون حداد، يكون راعي ذهب، راعي مطعم، راعي كل شيء. فلتيي وتقول وينك يا الله؟ قول أنت اللي وين يا كسول يا تنبل يا تنبل. الله أعطاكم الكتاب والسنة، احنا نسينا اللي الله قاله في القرآن، ونسينا لدرجة ان حذفنا آيات الجهاد. العملاء عندنا حذفوا آيات الجهاد، احذفوا آيات العزة. ايش قاموا يزرعون عندنا شلة الحزب الكوهيني؟ التسامح، التعايش. الرسول وقع معاهدة الصلح، الرسول يكذبون على الرسول، وقع معاهدة السلام، لكن ما قالوا لكم ان الرسول وقع، عفوا، الرسول اجلى وطرد الصهاينة واليهود من المدينة المنورة. ما علموكم فتح مكة، ما علموكم الغزوات. وفي ناس وايد يقولون لي والله انت عبد العزيز الفاظك والفاظك، الرسول لم يكن بسباب ولا شتام ولا لعن. الرسول ما كان يسب ويشتم، تدرون ليش؟ لان المجرمين ما كان يسبهم، كان يرفع السيف ويأدبهم بالجهاد في سبيل الله. نعم، ترى انا لما اتلفظ بهالالفاظ للأسف وأقولها، هذا يعتبر من أضعف الإيمان، لأن إن جيتوا للمسلم الحقيقي ما يسب ويشتم. المسلم الحقيقي يقطع رقاب من أعداء الله ورسوله والمجرمين اللي تطاولون على الله ورسوله. كوهينو لعلمكم، كوهينو وزمرته لو كان الرسول محمد صلى الله عليه وسلم موجود لطبق عليهم الحد وقطع رقابهم. رقاب شنو؟ حد إيش؟ حد الردة. هذول انهم كلهم ارتدوا عن الاسلام. تعرفون دينكم ولا لا؟ تعرفون دينكم ولا لا؟ دينكم دين العزه. انت يا شاب اللي تقول وين الله، اسال نفسك وين، اسال حكوماتكم وين، اسال المسلمين وين. الله امرنا بالقتال، امرنا ومن اعتدى عليكم، ركز على هذه الايه، ومن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم. نعم، شوفوا اقروا في القران ايات عديده تحث على ايش؟ على عزة النفس وعلى الرجولة وعلى القتال في سبيل الله. لا تسأل هذا السؤال أخي العزيز إذا أنت للأسف عايش تحت مظلة ناس تنابل رعين كوفي شوب وأكلوا مرعى وقلة صنعة. لا تقول الله وين، قل أنت اللي وين. أتمنى رسالتكم وصلت.